مشاهدينا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده ولقاء متجدد من زينه وطعم البيوت على شاشه القناه الثانيه التلفزيون المصري، دايما معاكم يوميا من خلال هذا البرنامج اللي بيستمر مع حضراتكم يوميا على مدار ساعه ونص. معايا مروه طبعا زميلتي العزيزه. ازيك يا مروه؟ ازيك يا نيفين، عامله ايه؟ وحشتيني. وانت كمان قوي. اهلا بيكم مشاهدينا، ولقائنا بيتجدد بحضراتكم كل يوم اربع. انا ونيفين الجندي محضرين لحضراتكم مجموعه من الفقرات، يا رب تنول اعجابكم. الحلقه دايما بتبدا مع زينه ومع نيفين. النهارده بنتكلم الحقيقه يعني عن دايما المراه، يعني هي بتبقى بطله الحكايه بتاعتنا، وبما انها بطله الحكايه فبنبتدي معاها من مراحلها اللي بدات بالفعل تشعر بالتمكين، وبقينا نخاف قوي نقول يعني ايه تمكين، يعني ايه، هل فعلا المراه ممكن تكون عندها ثقه في نفسها وتقدر تخترق مجالات ويكون عندها فكره التمكين، ان ممكن كمان الحكومه والجهات المعنيه والقياده السياسيه تدعم هذا التمكين؟ فعلا وصلت لهذا التمكين بكل جهاته او بكل زواياه، سواء اجتماعيا سياسيا اقتصاديا. النهارده طبعا المراه وصلت لانها تبقى متمكنه وتبقى عندها ثقه في نفسها لان راس الدوله بتدعمها، فيعني ازاي ما تتمكنش. احنا عندنا فقرتنا في طعم البيوت بعنوان انجازات الدوله المصريه لذوي الهمم. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال حقا انهم قادرون باختلاف. هم فعلا قادرون اختلاف وعندهم مواهب ومحتاجين يتم دمجهم في المجتمع. هنتكلم اكتر عن موضوع فقرتنا من خلال لقائنا في طعم البيوت. دايما فقراتنا لحضراتكم بتبقى متنوعه ودايما بتفيد كل فرد من افراد الاسره، وحتى كمان بعض الفئات زي ما ذكرت مروه، بعض الفئات اللي كانت مهمشه الحمد لله يا رب العالمين قادرون باختلاف، وده دايما بدعم القياده السياسيه لهذه الفئات اللي كانت مهمشه فعلا، ومنهم هؤلاء. نيجي نتكلم عن الرياضه، وكلنا اكيد كلنا نحب قوي فكره الرياضه فكرتها، بس في بينفذ وفي ما بينفذ، بس الاهم من ده كله ان احنا لازم نعرف ان مراحل حياتنا كلها بتنقسم، لازم يكون في نوع من انواع الرياضه. كمان احنا عندنا في اسرار المطبخ في طعم البيوت زي كل يوم اربع دينا فضل، ودينا فضل الحقيقه لما بتكون موجوده بتسعدنا بوجودها وبتسعدنا بالفقرات اللي بتقدمها لنا من خلال المطبخ، بتعمل لنا كذا صنف تحفه. وبعدين بندوق وبنحكي لحضراتكم. دينا منوره، هتعملي ايه النهارده؟ النهارده هنعمل كده شويه اصناف حبه حلوين كده، كلهم سهله وبسيطه ما فيهاش اي صعوبه خالص. يعني حوشت لنا المره دي، يعني غبتي عننا كده مرتين بس حوشت لنا. حلو حادق ولا حلو بس؟ حلو ولا حادق بس؟ حادق. هنعمل حلو طبعا، وهنعمل حادق بقى، هنعمل كذا حاجه. هنعمل فراخ بالخضار، هنعمل والصويا صوص، هنعمل تشيكن وينجز، هنعمل نوعين من المقبلات. هنعمل كمان حاجه لطيفه اسمها اللبنيه، لبنيه سهله وحلوه كده وخفيفه. ايوه هنعمل كمان. انت كده عملت لنا عزومه، انت كل مره متعودين منك على عزومه، عشان كده هنبقى طماعين معاكي قوي. هنعمل حاجات كتير، والحلو بقى هنعمل حلى المانجا. المانجا بقى والصيف وكده. أيوة. وهتبقى خفيفه كده برضو وظريفه. ملكه الفواكه يا مروه طبعا، المانجا اليومين دول طبعا. المانجا طول عمرها. ايوه. طيب يعني احنا حاولنا كده نشوق حضراتكم لحلقتنا النهارده اللي هنبداها حالا بعد الفاصل اللي جاي. نص الدنيا، انا بقول كل الدنيا، وبالتالي هي كل الدنيا لان هي بتربي النص، وهي نص المجتمع وبتربي النص التاني، يعني كلنا معترفين ان هي اساس صلاح المجتمع او عدم صلاح المجتمع. وبالتالي لما القيادة السياسية رهنت على المرأة فعلا رهنت بقوة، وعايزة اقول هو بجدارة اثبتت المرأة المصرية ان هي قديرة وقادرة على اثبات ذاتها. كانت بقى المرة دي زي ما قلت بعيون الصحافة، الإطلالة هتبقى مختلفة. نائب رئيس تحرير مؤسسة الأهرام معنا النهارده، الكاتبة الصحفية والسياسية طبعا الأستاذة زينب المنباوي. أهلا وسهلا بحضرتك. اسمحي لي في بداية الحلقة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن حضرتك وعن كل مرأة مصرية أوجه التحية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه هو بصراحة هو راهن على المرأة وقدرتها وداعم ليها جدا، وأعطى سيادته توجيهات لجميع المؤسسات الرسميه والغير رسميه باعطاء المراه فرصتها الحقيقيه على ارض الواقع. ولا شك ان المراه هي شريان اي وطن، وهي كلمه السر لنجاح اي مجتمع. وخليني اقول لسعادتك، هو بصراحه المراه خدت وضعها من 2014، هي اثبتت وجودها للعالم كله وقالت انا موجوده وبقوه، انا الاسره كلها، انا الاخت والصديقه والابنه والحبيبه، انا نواه الاسره، انا اساس المجتمع.
في ثورة 30 يونيو لما كانت بتنزل ونزلت وكلنا اتفاجئنا. أنا اتفاجئت بنفسي وقدراتي. إحنا اكتشفنا نفسنا، خرجنا أحلى ما عندنا، أثبتنا وجودنا. فكانت النتيجة إن إحنا هنجني ثمار هذا الجهد وثمار هذه القدرة في 2014 لما تم اختيارها مستشار للأمن القومي بعد 40 سنة. فدي كانت نصرة كبيرة. وبعدها جت محافظ في البحيرة سنة 2017، وبعدها في 2018 في دمياط، ثم جت تمثيل مجلس النواب وخدت نسبتها وتم زيادتها. تم إطلاق حزمة من القوانين والتعديل التشريعات، وتم تفعيل ما هو قائم من قوانين لما يتناسب مع المكتسبات حقيقي. والوضع الراهن بناء عليه تم تغليظ عقوبة التحرش اللي احنا والمسكوت عنه، وده اهم حاجة احنا بنحققها كل يوم عن يوم، وكمان تغليظ عقوبة الختان. ما بقاش في ختان، وان شاء الله نأمل ما بقاش في خالص نوصل لدرجة الزيرو. تم كمان تجريم عقوبة الزواج المبكر والوعي المرأة. أنا عايزة أقول للمرأة الدولة بتعمل جهود جميلة جدا، ده بدعم السيد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو في ظهرنا ودايما دافع لينا وداعم لينا. انتهزي هذه الفرصة، أنت عايشة عصرك الذهبي. العصر الذهبي ده اللي هنحط تحتيه 10 خطوط، وبالتالي لما أنا بقول النهاردة بعيون الصحافة بنرى موقع وقيمة المرأة المصرية الحقيقية. كلنا نشجع المبادرات دي، واخد جارتي واخد صديقتي واخد صاحبتي واخد اللي تقابلني، ما تيجي انا وانت، وحتى لو انسانه بسيطه حتى لو كانت ايه، بتعالي معانا وروحي وشاركي وشوفي دولتك بتقدم لك ايه. مبادره الصحه موجوده، مبادرات ثقافيه، ثم تاتي المبادرات الاجتماعيه وهي اكثر اهميه. تمام. اللي هي تكافل وكرامه، حياه كريمه، مستوره بقى دي يعني حدوته ثانيه. حدوته ثانيه ليه؟ ان بتقول للبنت البسيطه حتى لو مش هي فرصه عمل في تخصصك، حتى لو انت فاتك مرحله التعليم، هي مستوره الجامعه، انت مستوره مستوره بقدراتك. وهنا احط خط تحت كلمه مهمه جدا، الثقه بتصنع المعجزه. بقول لكل مرأة خليكي واثقه في نفسك، حتى مهما كانت ظروفك صعبه وعندك تحديات بخلال قدراتك. لو انت عندك مهاره في حاجه معينه الدوله فاتحه ايديها وليكي مكانك، فكري واحنا معاكي. هنا بقى واحنا معاكي، كانت الاول دايما استاذه زينب المراه بتشعر انها وحدها، واحنا يعني بطبيعتنا او بغريزتنا دايما نحب تحب ان احنا نطبطب او حد يطبطب علينا او حد يكلمنا كلام كويس او حد يقدرنا. بالظبط. فعشنا سنوات دون هذا التقدير. ومش عايزه اقول طبطبه من الضعف، لا بالعكس. احنا لما حد بيطبطب علينا او بيقول لنا كلمه كويسه بنتحول الى اسود. هل هذا حقيقي وهذا ما حدث؟ حقيقي 100%. احنا بس مش كنا حاسين ان ما حدش معانا، لا احنا كنا حاسين المجتمع ضدنا. بالزبط. كاننا وصمه. انت مراه، لا خليكي، ما مش عارفه ايه، في اماكن ما ينفعش تدخليها. لحد بقينا وزراء وزيرات. أيوة. وحققت وحاطط بصمتها وفي اكحل الظروف واصعبها عالميا. احنا جزء من عالم طبعًا. يعني زي كورونا المراه اثبتت وجودها، زي الازمه الحاليه دلوقتي اللي هي الحرب الروسيه الاوكرانيه، المراه وزيره اقتصاديه ببيتها عندها وعي. انا بقول للمراه انتهزي هذه الفرصه، انت عندك قدرات وعندك قوه والدوله بتدعمك والباب مفتوح في كل جميع الوزارات. مشروع مبادره مستوره بتطلقها وزاره التضامن الاجتماعي. وتحياتي طبعا لمعالي الوزيره طبعًا. بتبدا من يعني قرض حسن 4000 ل 50000. ما كانتش المراه تعرف يعني ايه قرض، يعني ايه قرض، وما كانتش تعرف اي عمليه ولا عندها الجراه تروح حتى البنك وتعامل البنكي. دلوقتي بقى كل حاجه ممكنه، كل حاجه موجوده على السيستم. روحي في 5 دقايق هتخلصي وتخلصي كل حاجه. لا ده احنا كمان بنساعدك استخراج بطاقات، يعني يا استاذه زينب استخراج البطاقات كله ممكن ورقمنه المجتمعات المدني الحقيقه رائعه يعني. وعلى فكره وانت واخده كده في السكه السيستم ده خلاص ما بقاش فيه فساد، وده اهم حاجه. نروح نخلص الورقه وانت واقفه بدون اي وسيط بدون اي حاجه، وممكن على الابلكيشن بتخلصي كل احتياجاتك لو موجوده في اخر الدنيا هتخلصيها بدون اي جهد، مفيش فساد. قيمه قصه التحول الرقمي اللي الناس كلها كانت مرعوبه منها يا جماعه. ونقف احنا هنعمل ايه وهنسوي ايه ومش هنعرف نروح مين وكده. دي حياه كريمه. حياه كريمه يعني ايه؟ يعني انت بتاخدي كل حقوقك، فدي كل واجباتك، بتاخدي حقوقك الادميه في قضاء العشوائيه، صح، في المواصلات، في التعليم، في الصحه، ودي اهم حاجه وانا بحب اكد عليها. أكيد. المراه دلوقتي لما تحب تتعالج عندنا نظام التامين الشامل الصحي، المبادره الصحيه، روحي في اي مكان ومبكرا كمان.
بتاخدي كل حقوقك حتى لو في اخر الدنيا. والله لو الكلام ده انا عايزه اقول لحضرتك مش شعارات اللي انا بقولها، لا مش شعارات، حتى الناس البسيطه اللي بتيجي تساعدنا في البيت يا جماعه هم بيقولوا الستات بيقولوا فرحانين جدا، ده انا جوزي قاعد في البيت وبياخد 500 جنيه في الشهر. ايام كورونا كمان العماله غير منتظمه. ايوه بالظبط، العماله غير منتظمه. انا الدوله الوحيده بقت فاهمه الدوله الوحيده اللي احتضنت ابنائها سواء كان في الداخل بالعماله الغير منتظمه او في الخارج لما كان بتخصص سيارات خاصه ليهم، تقول لهم تعالوا انا موجوده اهو. وتحياتي برضو لمعالي الوزيره السابقه، بصراحه عملوا حاجات وما زال المراه اثبتت وجودها ونجاحها انا بقول في اصعب الظروف. خلينا بقى في نقطتين هنتكلم فيهم، واعتقد الجزء السياسي لان هذا الامر ما كناش محنكين فيه، ما كانش عندنا تاهيل، ولكن بعد ما اتسع المجال في مجلس النواب ومجلس الشورى ومبقاش كمان بالمجلس الشورى يعني سن كبير، بدأنا هنا بقى في تزاحم في الطموحات. ماذا عن هذا الامر؟ انا باكد كلمه حضرتك دي بان 5 مارس هو اليوم التاريخي في حياه المراه المصريه. لما تم تقليد المراه لمنصب المحكمه الاداريه وبقت قاضيه حقيقي. واذا كنا هنتكلم بشكل بسيط بما انها يعني برنامج اجتماعي المراه هي السياسه كلها. السياسه بتسيس جوزها، بتسيس ابنها، وما ربنا خلاها ام ليه؟ طوله البال والصبر اللي عندها الذكاء والفطنه بالفطره. حتى المراه البسيطه اللي في الريف او موجوده في القاهره ولم تنال حصان التعليم وفي المراكز وفي جنوب الصعيد، المراه خرجت دكاتره ومهندسين وبتدير عائله كامله من هذه الفطنه وهذا الذكاء. ربنا يحفظها وعمده وتلاقيها وقت الشد زي ما حضرتك قلت بتصنفر كل ذكاء او طاقتها وتلاقي اول واحده تقف وتتصدر. بالظبط. انا فخوره باني اكون مراه مصريه، فخوره اني عشت مراحل من ايام الثوره ونزلت زي مع حضرتك ونزلنا كلنا وقفنا، وفخوره جدا جدا بالقياده السياسيه وبتديني واحنا بنجني ثمار هذا الجزء بقى يعني تاثير التاهيل السياسي ودورات التدريبيه على المراه واختلفت تماما حتى في درجه وعيها. بص حضرتك انا مش عايزه اتكلم عن تجربه شخصيه باعتباري كاتبه وصحفيه في اكبر مؤسسه يعني قوميه، لكن انا هتكلم من خلال التجارب اللي انا بشوفها حواليا ان المراه بقى عندها وعي، بتاخد دورات تدريبيه فعلا بالزبط. عندها انزلي الانتخابات، لا انزل، وعلى فكره بتشجع كمان الرجل وبتشجع ابنها. وده اللي هوصل منه الحياه جميله جدا. ايه هي ده كده على الجزء المجتمعي بقى جزء يعني مجتمعي. هنا كده مش بتفكر في نفسها بس، لا كمان لمحيط الاسره. اشتغل على نفسك، اشتغل على نفسك من خلال بيئتك ومن خلال المحيط. المراه مسؤوله عن تربيه جيل، تربيه نشأ، واللي انا عايزه اقول ان الاستثمار في الاطفال يعني ده عمار طبعا. انت بتلاقي نفسك ونجاحك ومشروعك الحقيقي في ولادك، بس امتى ده؟ لما اكون اصلا انا واعيه ومؤهله. ايوه عندي وعي ومؤهله لده، اكيد هطلع جيل ناجح وجميل وواعي اكتر مني. طب تيجي بقى ل 2021. اتفضلي. منذ اعلان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي 2020 عاما للوعي. كيف تاثير هذا الاعلان على جميع المناحي والزوايا الخاصه بالمراه؟ اولا انا بقول على المراه وبقول على وزاره الثقافه كمان عملت ندوات جميله جدا. هي ندوات ثقافيه. أيوة. من خلال كمان منظمات المجتمعيه المدنيه. كانت جميله جدا. ما كمان 22 بقى ما كده كمان كان تكمله. احنا بنكمل. انت خلاص خدتي فتحتي الباب للوعي. أيوة. مش هنقف بقى ستيب باي ستيب. اوكي وانت خلاص عرفتي الطريق الصح. أيوة. اوعي تتراجعي. اوعي تملي، بالعكس انت كل ما مرأة بتلاقي نفسها بقت احسن. أيوة. وبقت اكثر وعيا، وعلى فكره الوعي ده بيخليكي تعرفي حقوقك زي ما بتعرفي واجباتك. انت كده بتطمني. مش عليا بس، انت بتطمني كمان على الاسره كله. على العيله. بما انه هيحدث هنا مع الوعي امن فكري، امن فكري، امن ثقافي، امن وعي. أيوة. فبالتالي هنا ما نثقش بسهوله. ابتدي أنا اسال طب ليه اشوف ابني ده انت كان الاول انت عنده مثلا مهاره معينه. عنده حاجه معينه. طب اروح فين؟ انا امكانياتي بسيطه، لا عندي نادي ولا لا. في دلوقتي في حياه كريمه في جميع المحافظات وجميع القرى في مراكز تدريب. أيوة. تدريب للانديه الرياضيه وفي مراكز ثقافيه. أيوة. ابني بيبدع في ايه؟ ما هو ده يجي نتيجه وعي الام. صح. انا بشوف بنتي ناجحه في الرسم. لا بنتي بتحب القراءه. ابني بيحب يلعب. هي المدرسه الاولى. هي المدرسه الاولى والمعلم الاول. والتعليم في الصغر كان نقش على الحجر. كل ده بيجي منين؟ من ام وعي اساسا. أيوة. ام بتشتغل على نفسها. فبالتالي شايفه حياتها ماشيه ازاي؟ بتطور من نفسها، واثقه من حالها. كل ده فين؟ في اطار مجتمعي امن. بيطمنها كل يوم في جديد، كل يوم بنصحى على انجاز جديد للمراه. النهارده في مبادره صحيه. طب ما هي جنب البيت، طب ما المركز ده اخد معايا بنتي، اعلم بنتي، اخد انا كمان دلوقتي مثلا المركز الثقافي. انا ليا صديقاتي يومهم بيبدا من العمل. ايوه. واخر النهار بيروح النادي. ابنها بيلعب او مركز جنبها. بتوفر وزاره الشباب والرياضه.
بسيط جدا باجر رمزي، وهي كمان وهي قاعده لا بتقرا لا بتعمل هي كمان حاجه تتريض، بس حتى لو مجرد انها تمشي جنب التراك. طب دايما احنا مثلا كره نتيجه بالزبط. مثلا مؤتمر بغطيه او حدث بغطيه او امشي في الشارع ما بقاش في عشوائيات، بيبقى يهمك قوي. لا انا تبصي على ايه الجمال ده، ايه الطرق دي. بقيت دلوقتي انا مثلا عن تجربتي الشخصيه لما اجي مثلا من بيتي لغايه الاهرام في 10 دقائق، لان كنت باجي في ساعه ونص واعمل حسابي قبل ما انزل هقعد ساعه. لا انا راحه في 10 دقائق او ثلث ساعه بالكثير. طب هنا بقى هنا بقى النماذج النساء اللي بتشوفيهم زي اللي كنت بتشوفيهم زمان؟ لا ولا اصبح الوعي مختلف؟ لا اصلا اصبح في عينيهم في نظره الامل في بكره، عندهم قوه سترونج، عندهم احساس بالذاتيه، عندهم احساس باعلاء الوطنيه. انا في مصر انا فخوره بكده. انا لما امشي كنت الاول بمشي مثلا في مناطق اتكسف منها، دي حقيقه اتكسف اودي صحباتي. انا ليا صحباتي في الجاليات المختلفه الاوروبيه او غير مصريه عموما، يعني بيجوا مصر. كنت انا ساعات اتكسف في مناطق معينه، دلوقتي لا انا عايز امشي في كل شبر وانا رافع راسي. هي دي مصر، ما بقاش في عشوائيه. وده بيخلق ايه بقى؟ بيخلق جيل معتز بنفسه وطنيته وعنده الانتماء، بيخلق مراه مش حاسه بالانكسار ولا حاسه بالاقليه. لما تبقى قاضي يا فندم احنا وصلنا لمرحله او ل وده بيتواكب مع ايه بقى؟ من الثقه والرقي، بيتواكب مع حاجات جميله جدا. ما بقاش في تنمر، ما بقاش في انا وانتي، ما بقاش في فروق، ما بقاش في فجوه. وبالتالي بقى في ايه؟ في شفافيه، في مصداقيه، في انسانيه. وده سياده الرئيس هو يعني نموذج للانسانيه كلها. ما بقاش في عندنا حد غير التاني، في حد مختلف عن التاني. لا خلاص كلنا عايشين حياه كريمه ادميه بيتمتع بما تقدمه الدوله لينا. اللي مش عايز فرصه مش لاقي فرصه في حته بيلاقي فرصه تانية، اللي مش قادر يلاقي فرصه تقليديه بيشوف وبيراهن على قدراته الذاتيه وينميها وشو يعني بالتاكيد هينجح. شايفه موقع المراه المصريه في مصرنا الجديده ايه اللي محتاجاه في هذه الايام؟ ايه اهم الملفات اللي شايفاها من وجهه نظرك ومن خلال منصبك الاني؟ ايه القضيه الملحه الان في الفتره دي وماذا تطمحين في المستقبل؟ هي قضيه قانون الاحوال الشخصيه. تمام. هو ده بيؤرق كل امراه. بيؤرق كل امراه، ولازم يتم تفعيل بعض القوانين اللي هي اوريدي الشرع والدين بيديها لنا. لان دلوقتي المراه بقت واعيه قوي. وانا يعني عايزه اقول ان المراه دي ما بقتش حاجه زي الاول ما كنا بنبص لها كائن زي ما حضرتك قلتي كائن ضعيف او كده. لا ده اكثر وعيا، وهي السياسه كلها دلوقتي كمان الثقافه الحقوقيه. الثقافه الحقوقيه اعرفي حقك ايه وحق اولادك طبعا، اللي انت يعني هم اساسا جزء منك لا يتجزا. انا بقول على الدراما في الحته هل ده انحياز للمراه؟ عايزين نقول للرجل لا خالص. هي لما زوجتك تبقى واعيه ومثقفه هتحافظ عليك وهتحافظ على اولادك وعلى بنتك وعلى حقوق بنتك. انا يعني انا عايزه اقول برضو لكل بنت وهمس في اذن كل اسره، انا عملت موضوع برضو او مقال عن موضوع ده هيساعدنا احنا نتكلم عن مساله القايمه وازاي احنا بنشدد قوي في الزواج. على قد ما انا بقول المراه وملف الاحوال الشخصيه انا بقول نداء على الاختيار من الاول من البدايه عشان ما نحطش وبعض الموروثات الاجتماعيه اللي بتسبب يا جماعه ارق في هذه العلاقه بلاش منها. انت اختاري الاول الاخلاق، تخيروا بالاخلاق، تخيروا بالانسان الصح. ولكن اذا حصل هناك مشاكل وده وارد، احنا حياه مش في الجنه بالزبط. لازم يكون في حاجات قوانين تحمي المراه. حضرتك قلتي دلوقتي ان القوى الناعمه ليها تاثير جدا بجانب مقالاتكم ونزولكم الشارع وقياس نبضنا، لكن الدراما مهمه جدا انها بتدخل كل 30 حلقه على الاقل اتليست 15. بقعد ابص في حاجات بتفجر لي المسكوت عنه دلوقتي. بصراحه احنا بنتمتع بعصر من الحريه سواء كان مرئي او مسموع او مكتوب. تمام. وبقينا نتكلم في قضايا قد تكون في عهد مضى شائكه، عيب نتكلم عن التحرش، عيب نتكلم عن التنمر، عيب نتكلم عن الطلاق والانفصال. لا دلوقتي بقى كل فيه شفافيه وبتطرح القضيه من جذورها. السيناريو دلوقتي بقى بالنسبه للمسلسلات ابتعد بعد ما ألحينا الكثير ابتعد عن العنف. علينا. خلينا بقى علينا. ندخل على المشاكل والقضايا المجتمعيه اللي هي بتؤثر بالفعل بالتاثير السلبي. لازم يعني ننزل في السيناريو لازم اساسي بعض هذه القضايا. انا برضو بدي التحيه لمسلسل الاختيار طبعا، لان هو غير كل مقاييس الدراما وخلت جات الانتاجيه. وفاتن امل حربي وفاتن امل حربي برضو هذه او هذا المسلسل اللي اتاح للكثيرات معرفه الحق بتاعهم وازاي المشكله تبتدي ووقفها امتى، ما سيبهاش لحد ما يعني تصل لهذه الدرجه. وازاي ايه سببها؟ ما هي برضو احنا بنقول يعني ايه سببها؟ برضو الاختيار السيء على فكره. الاختيار السيء ما هو الاختيار من الاول بس احنا برضو ممكن يكون اختيارنا مليون في الميه من وجهه نظرنا في هذا الوقت الحالي شايفينه صح، لان احنا مش عايشين في الجنه. بالزبط. قد يكون وقد يكون
قدر برضو يعني نقول، بس ايه بقى اللي يحمينا؟ في قوانين الدوله بتفعلها وتصدرها، هي دي اللي بتحمي المراه. اكيد احنا في اشتياق ودايما في نهم يعني لتفعيل بعض القوانين، وان شاء الله كمان خروج قوانين جديده تدعم هذا الامر بالتحديد. وهذا الملف الملح الخاص طبعا كما ذكرته الكاتبه الصحفيه والسياسيه استاذه زينب طبعا المنباوي، وهي نائب رئيس مؤسسه الاهرام. انا بتمنى لها التوفيق والف مبروك، وان شاء الله كده نشوف حاجات رائعه من حضراتكم، لان الصحافه دي ليها قيمه جامده جدا جدا في حياه كل مصري. شكرا لسعادتك جدا، وتحياتي لحضرتك ولبصه البرنامج اللي دايما بيصير قضايا هامه جدا ومطروحه على الساحه.